بلوزة هي واحد موروث ثقافي اللي معروف بالمنطقة الشرقية وخاصة بمدينة وجدة. وكما يعرف الجميع أن هاد البلوزة كانت انضطرت سنين كثيرة هذه، والحمد لله استطعنا بواحد المجهود ماشي غير المجهود ديالي والمجهود مع الأخوات اللي معايا أننا نردو إحياء هاد الموروث ونرجعوه للمحافل ديالنا بواحد الحلة جديدة، خاصة مع تنظيم هذا المهرجان اللي أصبح الحمد لله دابا راه في النسخة السابعة وأصبح مهرجان دولي لكي يخدم على الحفاظ على التراث ديال المنطقة الشرقية. أنا جد سعداء بالتواجد في هذا المعرض، المعرض اللي محافظ على الدورية ديالو بطبيعة الحال، مشكورة من جهة الشرق اللي واظب دائما على هذا المعرض وتوفر واحد الفرصة ذهبية للتعاونيات باش يروجوا المنتوج ديالهم. وشفنا الحمد لله كان واحد الحضور كبير ديال التعاونيات، جميع تقريبا ديال ربع من المملكة حاضرين هنا، والحمد لله كان حضور ديال الساكنة ديال توجدة اللي نجددوا كذلك الدعوة لهم باش أنهم يجوا يقتنوا المنتوجات سواء ديال الفلاحية العسل وغيرها، وكذلك المنتوجات ديال الصناعة التقليدية اللي موجودة الحمد لله بجميع الأنواع ديالها. بالنسبة لي الفن التشكيلي هو موهبة من عند الله سبحانه وتعالى، وحاولت أنني ننمي الموهبة ديالي مع بعض النصائح ديال بعض الأصدقاء في المجال الفني، وفي نفس الوقت كان ندير بعض الأعمال يدوية في الريسيكلاج، إعادة تدوير الوراق الكرتون الزجاج وبقايا التوب. ومن هنايا من خلال هذا كتبان لكم المنتوجات ديال التعاونيين اللي كنخدموا، وهذه بالنسبة لي في المعرض أول تجربة، والحمد لله كانت تجربة موفقة مع تحياتي لجميع المنسقين والصاهرين على هذا الملتقى، وتحياتي للجميع وشكرا وتحياتي لكم كاملين. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.